حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم في حصادنا لهذه الليله والبدايه من العناوين. كركوك وسنجار عراقيتان بامتياز، ومحاولات اربيل في التمدد وبسط النفوذ نفخ في الرماد. وسط اجراءات امنيه وخدميه مشدده، المؤمنون يحيون عيد الغدير الاغر ودعوات للتكاتف والتآخي. إذن مشاهدينا، من جديد يضع الإقليم أزمة كركوك في واجهة الصراع بعد نبرة الاستفزاز الصادرة من رئاسة أربيل، لكن هذه المرة مضاف لها مدينة سنجار، وقد حكم أربيل أنها مدن محتلة وتقع تحت الاستبداد. ومن هذه المؤشرات كما يبدو يمنح الإقليم نفسه حق التحرك وإعادة التموضع، وهذا ما ترفضه بغداد وتعده مخالفا للصلاحيات بل كمن ينفخ في الرماد. هذه الأزمة الجديدة مشاهدينا والتي أشعلت شرارتها التصريحات قد تهدد سلامة الانتخابات المحلية المقرر إقامتها نهاية العام، وتضع شراكة المكونات على المحك وتقلص من فرص الحفاظ على تنوع نسيج المحافظة، بل قد تعيدها لمربعات دامية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فيمثل عيد الغدير فرصة ذهبية لتجديد البيعة والولاء لإمام القلوب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويأخذ أبعادا مهمة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية، فهو عامل مهم في تحفيز نقاط الالتقاء والشعور بالوحدة والتضامن وتأكيد أمد قديم في ممارسة الشعائر والمعتقدات. وعلى هذا الأساس استقبلت مدينة النجف الأشرف آلاف الزائرين الذين جددوا البيعة وإكمال النعمة في أجواء إيمانية وخدمية وأمنية مميزة. فكل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله الثبات على الولاية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد، مستشار المركز العراقي للدراسات الأستاذ علي فضل الله. أهلا بكم سيد علي، كل عام وأنت بألف خير، الثبات على الولاية إن شاء الله. وبداية أود أن أسألك عن أسباب هذه التصريحات من قبل أربيل بخصوص كركوك وسنجار، كذلك يعني شنو سبب توقيتها وما الداعي للاستفزاز في هذا التوقيت؟ في البدء شكرا لهذه الاستضافة، كما وأبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، وأسأل الله الأمن والأمان للعراق ولسائر بلاد المسلمين. أستاذ بشار، حقيقة هذه الخطابات دائما ما تظهر عند اشتداد الأزمات، وأنا أقول اشتداد الأزمات الآن قد تكون الأزمة الأكبر هي داخل الجغرافيا الكردية، باعتبار أن الأحزاب الكردية الآن لديها مشاكل كثيرة جدا في موضوع تقاسم السلطة داخل حكومة الإقليم، وقد يكون واحد من أبواب التغطية على هذه الأزمات هو العودة إلى الخطاب الشعبوي والتضليلي أيضا، وهو دائما استعطاف الجمهور الكردي أو المجتمع الكردي من خلال هذه البيانات الرنانة، والتي يريد من خلالها القائد الكردي وتحديدا الديمقراطي أن يوصل رسالة على أنه هو الحريص على مصالح الكرد، وكأن الكرد جزء والعراق جزء آخر. لذلك هذا جانب من الجوانب. الجانب الأهم برأيي، ودائما ما نتجاهله كمراقبين أو مشاهدين أو مراقبين للمشهد السياسي عفوا، هو الجنبة الاقتصادية التي تمثلها كركوك. كركوك برأيي تمثل ثروات كثيرة جدا وكبيرة في المستوى الحالي والمستقبلي، وكذلك سنجار الموقع الجغرافي المهم
ودخول في خارطة التقاسم أو الصراع الدولي، باعتبار أن هنالك صراع الآن ما بين الشرق والغرب حول خط التجارة الدولي. لذلك سنجار قد تكون واحدة من عقد الطرق الدولية المستقبلية والتي لها أهمية كبيرة جدا، هذا على المستوى الجغرافي، وكذلك كركوك، بالإضافة للجنب الاقتصادي وما تحويه كركوك وسنجار أيضا من ثروات طبيعية مهمة جدا. لذلك قد يكون السبب الأكبر والأكثر تمسك الكرد بهذه المناطق هو الجنب الاقتصادية والموقع الجغرافي. طيب، لكن إلى أي درجة هذه التصريحات التي اعتبرت مستفزة، إلى أي درجة تهدد شراكة المكونات يعني؟ ولماذا تحاول أربيل كل مدة دق الإسفين بين مكونات كركوك؟ يعني إذا اشتعلت النار فعلا، هل ستكون كردستان بمأمن عنها؟ شوف أستاذ بشار، قد يكون الجانب الأهم في النظم الديمقراطية والمعيار الحقيقي لمدى نجاح النظام السياسي هو دائما الشعب. إذا عدنا إلى الشعب الكركوكي، المجتمع الكركوكي ومجتمع سنجار، أنا أجد حقيقة وجد الراحة والاستقرار مع قدوم الحكومة الاتحادية والسيطرة على الملف الأمني. يعني لو قارنا ما بين مسك الملف الأمني من قبل حكومة الإقليم في المرحلة السابقة ودخول الحكومة الاتحادية بعد الانتصار على داعش ومسك ملف كركوك وعودته إلى الحكومة الاتحادية كذلك سنجار، نشاهد أنه دائما المجتمع الكركوكي وكذلك مجتمع سنجار لا يريد خروج القوات الأمنية الاتحادية. هذا ماذا يبين؟ يبين على أنه الشعب حقيقة مرتاح. لذلك حتى موضوع التعايش السلم والاستقرار الأمني كان هو أكثر وأكبر مع قدوم الحكومة الاتحادية. لذلك هذه الخطابات برأيي اعتادت عليها الحكومة الاتحادية، لذلك لا أتوقع أن تظهر يعني أزمة جراء هذه البيانات، وإن كانت هي بيانات استفزازية، لكن برأيي هي لا تسمن ولا تغني من جوع، باعتبار أن الحكومة الاتحادية أوصلت رسائل طمأنة لكل المكونات العراقية دون تفرقة على أن الشعب العراقي هو شعب واحد أمام القانون، وبالتالي من يقصر يعاقب، ومن يكون محترم للقانون سيلقى المدح والثناء من قبل الحكومة الاتحادية. أيضا نرحب بعضو مجلس محافظة كركوك السابق السيد معن الحمداني، أهلا بكم سيد معن. وأود أن أسألك عن ردود الأفعال من قبل أهالي كركوك، الكركوكيين كيف استقبلوا هذه التصريحات من قبل أربيل؟ ممكن أن يكون بعض أهالي كركوك من العرب أو التركمان متفقين مع هذه التصريحات، مثل ما يشوفون اكو اعمار بكردستان، في اربيل تحديدا اكو وضع امني مستتب رغم وجود بعض المشاكل، ما ممكن كركوك بالانضمام الى كردستان؟ اولا تحيه لكم ولكل المشاهدين الكرام. اذا نتحدث عن الدستور العراقي، بموجب الدستور الكركوك من المحافظات الغير منتظمه باقليم، بموجب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنه 2008، هذا القانون تم مصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية وصوت عليه من قبل البرلمان العراقي عام 2008. كركوك و14 محافظة، يعني ويا كركوك 15 محافظة غير منتظمة بإقليم تسمى محافظات غير منتظمة بإقليم. أما المادة 143 من الدستور فحددت الحدود الإدارية لإقليم كردستان قبل 9/4 عام 2003، اي بمعنى ان الدستور العراقي بموجب الماده 143 جاء كاشفا لاقليم كردستان وليس منشئا له. بمعنى حكومه اقليم كردستان عندما تم اقرار الدستور بصياغته وتم التصويت عليه، ارتضت حكومه الاقليم في ذلك الوقت ان تكون الحدود الاداريه قبل 9/4/2003، لان حكومه اقليم كردستان شكلت عام 91، وبالتالي وضع حكومه اقليم كردستان وبرلمان كردستان استمر 91 لحد 2005 بعد اقرار الدستور ارادت ان تحافظ عليه، ثم ابقت المناطق المختلف عليها او ما تسمى بالمنازل المتنازع عليها هي اللي وفق صياغه الماده 140، وهذا يتطلب اجراءات فيما يخص الانضمام لاقليم كردستان او تشكيل اي محافظه اخرى اقليم. هناك اجراءات حددتها المادة 119 من الدستور، وحددها قانون تشكيل الأقاليم رقم 13 أو 23 على ما أتذكر عام 2008. هناك إجراءات تقوم بها الحكومة الاتحادية لتشكيل الأقاليم. طيب نعم أسمع. طيب
تأثير هذه التصريحات من قبل أربيل وتوقيتها إلى أي درجة مرتبطة بالانتخابات المحلية القريبة جدا؟ للأسف الشديد دائما احنا في كل انتخابات، سواء انتخابات مجالس محلية أو انتخابات ما تستخدم الخطاب القومي أو للأسف أو خطابات يعني للأسف الخطاب الطائفي والقومي فشل بالعراق. يعني منذ عام 2003 والفساد الإداري ينقر بجسد الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها، والآن الحكومة العراقية التي شكلت برعاية السيد السوداني حكومة شعارها هو تقديم الخدمات للمواطنين، ومبدأ الكفاءة هو العامل المهم في العمل مؤسسات الدولة. نحن مقبلين انتخابات مجالس محافظات، التصريحات أعتقدها التصريحات القومية هي رسالة، يراد منها رسالة للناخب في كركوك ورسالة للجمهور الداخلي، باعتبار أن هذه الرسائل القومية المتشددة والتصريحات يعتقد الكيان السياسي التي أو التي أطلقت من مسؤول في كيان سياسي أو من حكومة إقليم كردستان هي يراد منها تشجيع الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وأعتقد هذا موضوع خطأ في حد ذاته. كان يجدر بالحكومة إقليم كردستان أن تنظر بين العراق بأن أبناء كركوك بكل مكوناتهم هم متساوون بالحقوق والواجبات، ولا يجوز التفريق بينهم على أساس عنصري مما يدفع بالاحتقان العنصري داخل المدينة، وهذا شيء غير مرحب به. طيب أعود لك سيد علي، لماذا أقحمت سنجار هذه المرة في دائرة المناطق المختلف عليها؟ هل تسعى أربيل فعلا لتعددية ساحات المواجهة مع حكومة المركز؟ يعني قد تكون سنجار تحديدا، أعتقد أن هنالك دوافع خارجية، وللأسف من يترجم هذه الدوافع الخارجية هو حكومة الإقليم. يعني بعيدا عن مطالب الإقليم بالسيطرة على سنجار، أعتقد أن هنالك صراع دولي كما أسلفت في بداية كلامي، باعتبار أن سنجار تعتبر من حيث الموقع لها أهمية كبيرة جدا في المستقبل، وبالتالي هذا ما يشكل نقطة خلاف كبيرة جدا. لكن من يترجم هذا الخلاف قطعا الجانب الخارجي لا يمكن أن يتدخل مباشرة، لكن هنالك أدوات داخلية يتم استثمارها واستغلالها من خلال هذه الفواعل الداخلية للتأثير على الحكومة الاتحادية. لذلك أنا أقول سنجار لها أهمية كبيرة جدا من حيث الموقع الاستراتيجي، وبالتالي تعتبر مفترق طرق باتجاه تركيا وسوريا والعراق، لذلك لها أهمية كبيرة جدا. أنا أجد هذا الموضوع يجب أن يذهب إلى الحوار، ويجب أن يكون هنالك كلمة فصل للحكومة الاتحادية في هذا الجانب. هذا الخطاب برأيي الشعبوي أو الخطاب القومي دائما له آثار سلبية ويؤثر على التعايش السلمي للمكونات، لذلك من المفترض أن نكون حريصين دائما في الجانب الإعلامي وفي التصريحات الإعلامية. والمؤسف دائما مع وجود كل حالة استقرار نجد أنه الغالب حكومة الإقليم تذهب للعبث بالجانب الجانب الاستقراري، وهذا الموضوع فيه انعكاسات سلبية سواء على حكومة الإقليم أو على الحكومة الاتحادية. لذلك أجب تكون دائما هي السائدة في حل حالة أي أزمة داخلية، وبالتالي تكون دائما هي أقصر الطرق وأفضلها للوصول إلى الحلول الحقيقية الناجعة. طيب أعود لك سيد معا، لماذا أساليب الحوار مع الأطراف الكردية ومع التركمان مع العرب في كركوك لم تنهي هذه الأزمة طيلة السنوات الماضية؟ يعني أولا يعني بودي أن أوضح مسألة مهمة. تفضل. أن كركوك محافظة مستقلة، يعني ما علاقة أربيل بكركوك؟ يعني إذا أخذنا هذا المبدأ بمعنى الحكومة الاتحادية حكومة المركز، أنا أتصور أنه دخل مفاوضات في تشكيل الحكومة وطريقة إدارة كركوك، والآن في محافظة كركوك الآن كل الأحزاب السياسية ممثلة في دوائر الدولة الأمنية والخدمية. أنا أتوقع أن هذا الخطاب هو أو هذا التصريح هو بحد ذاته يحمل دواعي انتخابية مسبقة، وبنفس الوقت يثير يعني حفيظة المكونات الأخرى الموجودة في كركوك، خاصة المكون العربي والتركماني والمكونات الأخرى. وبالتالي إحنا يعني ندعو الحكومة الاتحادية أن تبتعد كركوك عن الخطابات السياسية، وأن لا تكون ورقة انتخابية تستخدمها الأحزاب، حتى نحافظ على الأمن واستقرار كركوك بكل مكوناته. أن نبتعد بكركوك عن الورقة الانتخابية تستخدم في إثارة النزاعات القومية داخل المدينة، مما يؤثر على التعايش السلمي في المحافظة بشكل عام. فعلا هناك مخاوف على التعايش السلمي في كركوك، يعني العرب
التركمان، كيف قرأوا سياسة فرض الأمر الواقع طيلة السنوات الماضية؟ ممكن أن تجدي وتؤثر فعلا على أبناء كركوك، أم هناك مخاطر بفعلا الذهاب إلى مربعات خطيرة أو دامية سيد معن؟ يعني الآن كركوك أمنيا يعني أمنيا تدار من قبل أبناء المكونات في مركز المدينة، أما الجيش العراقي منتشر بالأطراف، وتعرف أن كركوك مناطق جزء من كركوك سقطت بيد داعش، لا زال الإرهاب موجود في مناطق بشكل خلايا يعني متنقلة بين الحين والآخر تظهر. وبالتالي هدفنا الأساسي أن تحافظ كركوك على أمنها واستقرارها. كركوك هي تعتبر عراق مصغر، أي مساس بوحدة كركوك وتعايشها السلمية سيهدد كل العراق وليس كركوك. ولهذا ندعنا الحكومة العراقية لا أن لا تجعل من مفاوضاتها مع الإقليم أن تكون كركوك هي الورقة التي تستعمل في عملية التفاوض. طيب. نؤكد مرة ثانية أن كركوك مقبل انتخابات مجالس محافظات، علما أن كركوك لم تجري انتخابات منذ عام 2005 بسبب الخلافات السياسية. نتمنى على جميع الكتل سواء الكتل الكردستانية أو العربية أو التركمانية أن تبتعد عن الخطاب القومي في الدعاية الانتخابية، وأن لا تكون كركوك هي سجال بين المكونات الأخرى، لأنه يثير الشارع ويهدد أمن واستقرار المواطنين. كلنا لآدم وآدم من تراب، ولا فرق بين عربيين وعجمين إلا بالتقوى، والتقوى هي العمل الصالح وخدمة الناس. أما الخطابات القومية فأكل عليها الزمن وذهبت، الآن عصر الخدمة والعمل مع دوائر الدولة بكفاءة وحسن نية لإثبات الإدارة الناجحة في المحافظة. طيب سيد علي، ما مدى احتمالية الرجوع إلى المادة 140 لحل الإشكاليات ما بين المركز والإقليم بخصوص كركوك وهذه المناطق الأخرى؟ وبالمناسبة المادة البشار يعني عذرا سيد معن الدور لسيد علي، هذه المادة من حيث العمر الدستوري اللي حدد الدستور العراقي، نعتقد أنه افترض أنه غادرنا هذه المرحلة، وبالتالي هذا الموضوع أنا أشوفه يعني موضوع شائك ويستخدم دائما في الأزمات أو الاستنفار العاطفة الكردية القومية في موضوع الانتخابات. لذلك من حيث المبدأ أنا إذا رجعنا للدستور العراقي، أنا أعتقد تطبيق هذه المادة انتهى باعتبار أنه كان أكو سقف زمني لموضوع إجراء الإحصاء لذلك أنا أقول حتى وإن عدنا من المفترض أن نعود لآلية التطبيق، يعني من المفترض أن هنالك إحصاء وهذا الإحصاء يحدد طريقة وآلية الانتخاب، ثم الذهاب من خلال الانتخاب إلى موضوع ما إذا كانت قررت كركوك من حيث المجتمع كركوك الذهاب إلى أقليم كردستان من عدمه. لذلك أنا أجد هذا الموضوع أصبح موضوع مستهلك، وكنت أتمنى حقيقة من الضيف من كركوك أن يبين لنا المقارنة العملية الواقعية، هل كانت إدارة كركوك أكثر استقرارا مع حكومة الإقليم أم بعد ما مسكت الملف الأمني الحكومة الاتحادية، باعتبار أنه هذا الجانب يوصل رسائل طمأنة للشعب الكركوكي من هو الأفضل. وبالتالي الشعب يريد حقيقة حالة من الاستقرار وتحقيق التعايش السلمي والعدالة المجتمعية، أما أن يكون هناك تفضيل لمكون على مكونات أخرى، أنا أعتقد هذا الموضوع يتناقض مع المفهوم الديمقراطي وموضوع المساواة بين المواطنين العراقيين كما أشار الدستور العراقي. طيب أعود لك سيد معن، الحكومة المركزية حاليا هل هي في نفس وضع وقوة واستقرار الحكومات السابقة؟ لو وضع الحكومة حاليا الاستقرار والقوة أكبر ربما، وهذا يمنحها مساحة أوسع لفرض الدستور على الأقل. وضع كركوك مثل ما يعني أشار الزميل إلي في كلامه، بمعنى يعني نعطي وضع كركوك الآن وضع كركوك من عام 2017 بعد تطبيق سلطة الدولة القانون، حقيقة كركوك تنعم بأمن واستقرار، وفي نفس الوقت الثورة العمرانية، هاي الثورة العمرانية شملت كل القطاعات الصحية والتربوية والطرق والجسور والمتنزهات وكل ما والاهتمام بالشباب والرياضة من خلال تطوير الملاعب على مختلف يعني مختلف فعالياتها على مستوى كافة الخدمات. كركوك الآن وضعها جيد جدا، ونطمح إلى أكثر. أما موضوع الخلافات السياسية، إحنا مقبلين مثل ما أسلفت على انتخابات ربما تستخدم هذه الشعارات الانتخابية بل يراد من إثارة يعني الشارع، وبالتالي تحفيز الحس القومي داخل الجمهور الناخب. بالنسبة لتطبيق المادة 140 ليس أهالي كركوك يطبقونها والتركمان والعرب
أنما تطبيق المادة 140 يوكل إلى الحكومة الاتحادية. طبعا. هناك إجراءات، هناك إجراءات فيما يتعلق بمادة 140 أشارت إلى التطبيع والإحصاء والاستفتاء، وهذا الموضوع لا يخص يخص كل المناطق المتنازعة التي تشمل تمتد من الموصل إلى ديالة. وعملية تطبيق المادة 140 صعب جدا، لأن هي سقفت الدستور عام 2007 انتهى، حتى وإن كانت المحكمة الاتحادية يعني أكدت على استمرارها في قرار سابق، لكن عملية تطبيق المادة 140 هناك خلاف يعني في الجزئيات، يعني المكون العربي من خلال أعضاء البرلمان في كل المراحل السابقة كان هناك اختلاف مع وجهة النظر القوى السياسية الكردية فيما يتعلق بسجل الناخبين وإضافة أكثر من 200 إلى 220 ألف ناخب في سجل الناخبين، وتصريحات صدرت بشكل رسمي من المحافظ في أكثر من مكان وأكثر من قنوات إعلامية. إذن حتى القانون انتخابات مجالس المحافظة يشير إلى عملية تعديل تشكيل لجان تقييم وسجل الناخبين وسجل النفوس. طيب. وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في موضوع المادة 140. أما موضوع يعني موضوع اللي يتعلق بالقوى السياسية الكردية، يعني أخذت بموجب المادة 143 حافظت على الإقليم كحدود إدارية معترف بها بالدستور، وبنفس الوقت حتى لا يمس الإقليم بحدوده الإدارية وبتشكيلاته كان سقوف المطالب أكثر من حقوق الإقليم، فيما يخص موضوع قضية كركوك، والهدف هو إبعاد الإقليم من توجه الحكومة في موضوع يخص الإدارة ويخص المؤسسات الموجودة بالإقليم. طيب. أعتقد نعم. طيب دعني أعود إليك. نعم. أستاذ علي فضل الله، كيف قيمتم موقف بغداد المفترض من هذه التصرفات؟ نحن نتحدث عن خطر استقطاع وضم وإعادة هيكلة محافظات وأقضية عراقية صرفة غير منتظمة بالإقليم. حقيقة ما يحسب للحكومة الحالية، حكومة السيد السوداني، أنها دائما قدر الإمكان تحاول غض النظر عن موضوع البيانات الاستفزازية، تريد حقيقة المحافظة على حالة الاستقرار اللي يعيشها العراق، باعتبار أنه بعد أزمة داعش وللأسف مر العراق بمنعطف خطير، مرحلة الانسداد السياسي والذي أثر سلبا على عمل الحكومة وعلى قطاعات الدولة بالكامل، وأثر حتى على الشعب العراقي. لذلك الحكومة الحالية تدرك جيدا أنه أهم جانب حقيقة في موضوع عمل الدولة هو المحافظة على حالة الاستقرار. لذلك المناكفات الإعلامية قدر الإمكان نلاحظ دائما الحكومة الحالية تتجنب الرد على البيانات الاستفزازية، وتريد من ذلك هو سياسة حقيقة الاحتواء حتى لا نصل إلى مرحلة الصدام الرأي والرأي الآخر، وبالتالي ندخل في مآلات غير مهمة جدا، ونحن من المفترض مقبلين على مرحلة من المفترض أن تكون ثورة عمرانية وخدمية للمرحلة القادمة، وإذا تكلمنا عن الثورة العمرانية أو الخدمية قطعا الجانب الخدمي يحتاج إلى حالة من الاستقرار السياسي والأمني حتى ينعكس إيجابا، وبالتالي دخول الشركات الأجنبية يكون متوفر وبالإمكان دخولها على أرضية العراق. لذلك الحكومة تريد أن تحتوي كل هذه البيانات أو الاستفزازات من خلال عدم الرد على تلك البيانات من قبل الحكومة الاتحادية. أعود لك بسؤال أخير سيد معن، أمام هذه المحاولات من كردستان من نربيل تحديدا، هناك تداعي وانشقاق في الجبهة العربية في كركوك مع قرب الانتخابات، لكن هذا ألم يعطي يعني هذا التشظي ضوء أخضر لأربيل من أجل الاستمرار بسياستها؟ يعني ابتداء عن القوى السياسية الموجودة في كركوك العربي هي قوى سياسية موجودة يعني في بغداد، لديها مكاتب في كركوك، يعني دعوتنا كنخب اجتماعية أنه فيما يخص عملية انتخابات مجلس محافظة كركوك أن يتم العمل على توحيد تحالف انتخابي يضم قائمة أو قائمتين على الأكثر حتى ندخل انتخابات مجلس محافظة، لأن المكون العربي لم يشارك في انتخابات عام 2005 وإنما كانت مشاركة رمزية بسبب الظروف السياسية التي شابت الوضع الأمني والسياسي والانتخاب في ذلك الوقت. فالمكون العربي لم يشارك بالانتخابات عام 2005 إلا مشاركة رمزية، يعني كان عدد أعضاء المجلس 41، المكون العربي لديه 6 مقاعد فقط من 41، وبالتالي هم مش المكون العربي لعدم مشاركته بسبب التدخلات من أطراف
يعني كانت يعني تمنع المواطنين او تدعو الى عدم المشاركه في الانتخابات باعتبار ان كان العراق محتل من الامريكان ورفضوا المشاركه في الانتخابات لوجود الاحتلال. استثمر صوره الانتخابات من القوى السياسيه الكرديه عام 2005. نعم. والاخوان التركمان شاركوا في قوه، المكون العربي همش وغيب لمده 16 سنه. الان نحن ندعو جماهيرنا الى الانتخابات والمشاركه بقوه لاثبات دورهم في الاداره المحليه ومشاركة جنب إلى جنب مع المكونات الأخرى. نحن لا نفرق بين هذا الطائفة وهذا القومية أو تلك، نحن ننطلق كنخب اجتماعية وسياسية عربية بأن كركوك مدينة عراقية، يجب على الجميع أن يؤمن بالتعايش السلمي، ولا يجوز أن تكون هذه المدينة التي هي عبارة عن عراق مصغر. أي مساس بالأمن في كركوك يمس هو مساس بالأمن في بغداد. كركوك بمصادرها الطبيعية وثرواتها هي طبعا مثار اهتمام القوى السياسيه الكرديه التي طبعا تطمح كل حزب سياسي ان يكون له موطئ قدم في كركوك، خاصه ان القوى السياسيه الكرديه تطمح ومنذ تشكيلها بالاربعينات ولحد الان هو ضم كركوك لاعلان الدوله الكرديه التي هي طموح لكل قوى، طموح لكل حزب سياسي كردي وضمن استراتيجيتهم البعيده. لكننا نحن نقول ان كركوك لا يمكن ضمها قسرا، ولا يمكن أن تكون إلا مدينة عراقية يعيش أبنائها بمحبة وسلام. وندعو الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أن يتفاوضوا مع الممثلين في كركوك، ممثلين أقصد البرلمان والقوى السياسية الفعالة في كركوك، إلى التفاوض بإبعاد كركوك عن شبح الصراعات القومية. فنحن حقيقة أبناء كركوك مرينا بظروف صعبة جدا، أنا لنا أن نعيش بسلام بما نملكه من ثروات طبيعية وقدرة على التعايش السلمي، والحمد لله آخر دعوة الحمد لله إن شاء الله ما يعم إلا الأمن والسلام في جميع العراق وليس في كركوك فقط. الشكر الجزيل لك عضو مجلس محافظة كركوك سابقا سيد معالي الحمداني، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، والشكر الجزيل لكم مستشار المركز العراقي للدراسات الأستاذ علي فضل الله، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. شكرا. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذه المناسبة وهذا العيد نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد نائب رئيس مركز أفق للدراسات السيد ماجد الشوالي. أهلا بكم سيد ماجد وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير. الثبات على الولاية إن شاء الله. وبداية ودنا أسألك عن مدلولات هذا العيد، هذا اليوم وأهميته في تاريخ ومسيرة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ بشار ولضيوفكم الأعزاء والمشاهدين جميعا. في الحقيقة مداليل هذا اليوم العظيم كبيرة وكثيرة، وهي أجل وأعظم من أن يتم حصرها. لكن نحن نعتقد من أن هذا اليوم الذي خطب فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد حجة الوداع، الملاحظ فيه أنه لم يأتي على ذكر مناقب أمير المؤمنين، بل لم يأتي على ذكر منقبة لأمير المؤمنين. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا اليوم هو تتويج لهذا الرجل، هذا الإمام العظيم الذي كان يحمل تلك المناقب وتلك الخصال وتلك الكرامات العظيمة والجسيمة. ما يعني أن سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أمير المؤمنين والأحاديث التي كانت والنصوص التي كان ينص فيها الرسول الأعظم على أمير المؤمنين على فضائله وخصائله، هي الفضائل والكرامات والخصائص والميزات التي ينبغي أن يتوفر عليها الحاكم الإسلامي. هذه الدلالة الأولى من الدلالات. أيضا
أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أشبه ما يكون كان قد أتم دستور الأمة. واليوم في عصرنا الحاضر لا يمكن لنا أن نتصور وجود دولة بدستور من دون وجود حاكم يجسد ويطبق هذا الدستور. وهذه أيضا الممارسة وعيد الغدير وتتويج أمير المؤمنين ضرب مقولة فصل الدين عن السياسة من الأساس، باعتبار لو أن هناك فصل ما بين الدين والسياسة لاكتفى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قد بين خلال 23 عام الأحكام الشرعية واكتفى بذلك وترك للأمة الخيار باختيار القائد والحاكم. ولكن نجد أن القرآن المجيد من أنه هناك يعني حقيقة شدة في الخطاب مع الرسول الأعظم فيما يتعلق بتنصيب الحاكم، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة عدم الفصل بين الدين والسياسة. فقلنا أنه يمثل الشريعة أو تمثل الأحكام التي بيّنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم طيلة 23 عام أنها دستور الأمة، ولكن هذا الدستور بحاجة إلى سلطة تنفيذية من سنخ تلك الشرائع. وهذه السنخية ما بين الحاكم والمنظومة التشريعية والقيمية والعقائدية للإسلام. نعم، هذا بس أوضح هذه القضية أنه لا بد من أن تكون هذه السنخية هي حقيقة المعيار للحاكم الإسلامي. ولذلك فإن الولاية لا تنتهي عند أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما الولاية حقيقة تبدأ بأمير المؤمنين وتستمر في ذريته من الأئمة الهداة عليهم السلام. رحب أيضا بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد، أيضا الشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحوار. أهلا بكم سماحة الشيخ وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا مرحبا، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. الثبات على الولاية إن شاء الله. وبمناسبة آمين. هذا العيد آمين. عيد الله الأكبر الذي وصف بأنه يمثل قضية مهمة تعنى بتأسيس هذا الكيان المتكامل، يعني امتداد الرسالة والنبوة تأتي بكمال الولاية والإمامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بطبيعة الحال أن النبي صلى الله عليه وآله ما غادر هذه الدنيا حتى جمع القرآن الكريم وختم كل شيء، ولم يبقى إلا تبليغ الولاية، وجعل من يقوم بعملية التبليغ من بعده. وهذا ما تمثل وتمظهر بقوله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. ولو لم يكن هذا الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وتبليغ الأمة وشهود أكثر من 120 ألف كما بلغنا من التاريخ وأكثر من هذا الرقم لعله، ما كان هنالك أي لون لاستمرارية الشريعة السمحاء واستمرار الإسلام الأصيل. أنت تعرف رحم الله الشيخ محمد جواد مغني يقول: عندما أقرأ التاريخ أجد لولا ما قام به المنصور وهارون من سفك دم وقتل وإقصاء لوصل الإسلام إلى آخر نقطة. فوجود أهل البيت صلوات الله عليهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله هو يعني حقيقة الصراط المستقيم الذي كان الناس يعني يرتوون منه وينهلون منهم الشرع والحق والعدل، والمنظومة الإسلامية كانت متمثلة بهم، وكفاهم فضلا وفخرا عن حاجة الناس إليهم وهم في غنى عن حاجة الناس. علي بن أبي طالب عليه السلام امتازت كذلك يعني أو هو امتاز عن سائر أولاده بعد النبي صلى الله عليه وآله، كان النموذج الحقيقي لقيام الدولة الإسلامية. وأنا سمعت الضيف العزيز ما أدري عبر الصوت فقط يعني سيد ماجد الشويلي معنا اليوم، بارك الله فيك وفيه وجميع المشاهدين. أنا سمعت مفردة، وتعرف أن موضوعة السياسة مفهوم مشكك حتى لا يفهم أن السياسة الحالية التي يعني يشهدها الناس في المنطقة هي نفسها سياسة النبي وعلي. عندما نقول ديننا سياستنا وسياستنا ديننا، أو عندما نقول أن الدين والسياسة لا ينفكان، هذا يعني تحت منظومة سماوية إلهية. أما هذه الارتجاليات ويعني التطوير اللي حصل
على هذه مفردة السياسة والاستخدام البراغماتي للسياسة، بطبيعة الحال هذا مختلف عن نهج النبي. نعم النبي مارس السياسة 100% ومارس قيام الدولة بالمدينة 100% وكل شيء في حالة التأسيس عمل عليه النبي، وجاء علي بن أبي طالب 5 سنوات إلا أيام جعل ذلك حقيقة يعني ظاهر في الكوفة عندما كان هنالك تنوع في الكوفة، وعلي بن أبي طالب جعل للمواطنة الصوت العالي على حتى المذهبية وعلى الانتماءات الفرعية. بالتالي هذه السياسة العلوية يعني نعم هذه سياسة ممتازة ومهمة وهذه التي هي مثلت الدين، حتى لا نأتي ونعود إلى المربع الأول ونتهم ويقال بأن الدين أفيون الشعوب عندما تستخدم الرمزيات ويستخدم المقدس لنيل المطالب الدنيوية. لا، السياسة الإلهية مثلها محمد وآل محمد، وما وراء محمد وآل محمد هي اجتهادات نعم فيها من الإيجابية. نتحدث عن السياسة العلوية إذا تسمح لي سماحة الشيخ. لا يمكن السياسة العلوية عنيت بكيان كامل، لكن هل كان له مستقبل في إقامة عدل والإنصاف في الأرض؟ أكو كانت هاي الإمكانية؟ عفوا السؤال يعني غير واضح، ماذا تقصد بالمستقبل؟ بالمستقبل يعني ما بعد الأئمة المعصومين، ما بعد أمير المؤمنين بشكل عام. لا، هو قلت لك أمير المؤمنين صلى الله عليه يعني الحالة التي عاشها ومثلها وقام بها حالة صعبة، يعني هو صلى الله عليه يعني يقول في إحدى خطبه: لما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى إذ يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بلى لقد سمعوها ووعوها لكن حليت لهم الدنيا وراقهم زبرجها. الإمام صلى الله عليه أشغلوه في حروب داخلية، هذه الحروب الثلاثة التي هي الجمل والصفين والنهروان أدت أن علي بن أبي طالب عليه السلام أن يعني لا يستمر في حكومته أكثر من 5 سنوات ويقتل ويستشهد في محرابه. لكن علي بن أبي طالب يعني أراد أن ينقل يعني يأخذ بالمحجة البيضاء كما يقال هكذا، أو الزهراء صلى الله عليها تأتي بمثال بخطبتها بأنه أراد أن يركب بهم المحجة البيضاء، ولكنهم أبوا إلا أن يرجعوا إلى المربع الذي يعني بني بعد رحيل النبي من ممارسات 3 خلفاء. بالواقع هذه 3 خلفاء أبعدت الناس طرديا، عفوا عكسيا وليس طرديا، أبعدتهم عكسيا عن الإسلام الأصيل. فجاء علي بعد 25 سنة من التاريخ الإسلامي وتلك الحقبة التي مارس بها 3 من الخلفاء دورهم الطبيعي بالفتوحات إذا أسموها أو الرئاسة أو ما شاكل ذلك، أرجع الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك قال: والله لو ودت أن أسترجع الأموال ولو أمرت به النساء. يعني لاحظ عدالة علي بن أبي طالب، وصل أول ما وقف في اليوم الثاني من خلافته وقف قال: والله لو ودت أن أسترجع الأموال ولو أمرت به النساء. يعني أي منطق هذا؟ إذن هذا منطق الإسلام. ولذلك أشغلوه أدخلوه في حروب حتى يبتعد عن المواجهة معهم، ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يجامل لم يهادن، استطاع بكل امتياز. علي بن أبي طالب في ذلك الوقت أخي الكريم لم يكن في بلدته فقير، لم يكن هنالك أي عملية يعني استعلاء، لم تكن هنالك طائفية، لم تكن هنالك محاصصات، لم يكن في دولته، مع أن في الكوفة وهذا لي بحوث كثيرة فيها، أنا عندي كتاب بهذا المعنى، أن علي كان صلوات الله على 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 رأس منطقة عجيبة من التنوع، 8000 يهودي، 20000 من الأقباط، 100000 من العرب، 20000 من الفارس، وذول كلهم عاشوا حالة جيدة في ظل دولة علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان يوزع وكل خميس. بالمناسبة الناس لعله أو أرباب المنابر لا يذكرون سيرة أهل البيت لأنه لا يتعبون ويقرؤون جيدا عن سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم. أمير المؤمنين كان في كل يوم جمعة يكنس بيت المال ويصلي ركعتين ويوزع، وفي كل شهرين أو 3 يوزع مرة ثانية. يعني هذه العملية الاقتصادية التي يعني أصبحت بأوجها في الكوفة، وعملية التبادل الاقتصادي وعملية الرفاهية التي لم تجعل على أي فرد ينظر إلى الثاني بحالة من الاشمئزاز، لأنه هنالك عدالة. استطاع علي بن أبي طالب أن يساوي بين الرئيس والمرؤوس، فلم يجعل في نفس أي مواطن في دولته جانب التذمر. ولذلك علي بن أبي طالب عليه السلام ما قتله عدله بهذا المعنى كما يقول أحد المفكرين. عدل علي بن أبي طالب، أنت راجع كتاب جورج الذي كتب علي وسط الإنسانية العدالة وسط الإنسانية، ذاك الرجل في موسوعته يقارن بين علي ولويس 13. لويس 13 في فرنسا أخي الكريم كان يبيع الملح بسعر باهظ وبكمية قليلة لمدة سنة، يعمل المواطن الفرنسي حتى يحصل على كيلو غرام من الملح وبسعر باهظ،
يأتي ينتقل بالمشهد إلى دولة علي، يقول أما في دولة علي لا، علي بن أبي طالب في دولته الكل كان ينعم بال 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 بالاكتفاء كما نقول، ولم يوجد في تاريخ دولة علي أي عملية إقصاء. واضح واضح حتى المشاهد أنا بس بثواني أعود لك إلى ذات المحور شيخ، لكن أعود لك مرة أيضا سيد ماجد، طلقا مهدويا نحو تحقيق الدولة الكريمة ونشر الاستقامة، يعني يكفي فخر للعراقيين أن أمير المؤمنين عليه السلام رغم أن الخيارات آنذاك كانت متعددة ومتكثرة، ولكن يكفي العراقيين فخرا أنه سلام الله عليه تمكن من ترسيخ دعامات الحكم الإسلامي الأصيل. يعني مثلا على سبيل المثال إرساء قواعد العدالة من الكوفة ومن الممارسة العملية لأمير المؤمنين في السلطة، تمكن أمير المؤمنين من أن يغرس في أذهان الأمة العراقية إن صح التعبير في ذلك الحين، يغرس في أذهانها معنى العدالة الحقيقية ومعنى المساواة ومعنى العطف، عطف الحاكم، وغرس أيضا في وجدانها وضميرها محبة الحاكم والتفاعل معه بإيجابية. العراق في فترة وجيزة تعرف على أصول الحكم الإسلامي على حقيقته في ذلك الحين، لذلك لربما تكون هي العلة والسبب في أن الشعب العراقي رفض وانتفض بوجه الحكام الذين أعقبوا مجيء يعني أمير المؤمنين وجاءوا من بعده. لربما كالذي يتذوق العسل فيصعب عليه أن يتذوق من بعده أي من الأشياء الجميلة أو اللذيذة. في الحقيقة يعني العراق كان لأمير المؤمنين مشروع من أن يجعله منطلقا لقيادة الأمة الإسلامية ويجعل من العراق أنموذجا، وهو بالفعل يعني إن شاء الله عز وجل العاقبة سوف تكون من أن دولة الحجة المنتظر هنا والعراق يكون فيها مشعلا وضاء لكل الأمم، ولكن هذا لا يعني في ذات الوقت من أن بقية الشعوب محرومة من بركات حكم أمير المؤمنين، واللي حتى في زمانه عندما أرسل مالك الأشتر أرسله بذلك العهد العظيم الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة من أنه أفضل تمثيل لعدالة الحاكم في التاريخ. كان لو فعلا قدر لأمير المؤمنين أن يعني يستتب له الحكم لمدة أطول كان حقيقة أفاض على بقية البلدان، ومنها كما أشرنا في مصر، ولا لتحول العالم إلى عالم ملكوتي هكذا. طيب لكن سيد ماجد يعني علي عليه السلام رمز للمشروع الإلهي في الخلافة على الأرض، لكن هل يمكن أن يجسد كنموذج للحكم والإدارة؟ بكل تأكيد أنا أعتقد أن الفارق هو، لكن طبعا مو يعني بشكل حرفي، لاحظ أن الفارق بين الفلسفة والدين أن الفلسفة لا تمنحك المصداق، ولكن الدين يعني إن لم يكن هناك تطبيق وتجسيد للدين على يد أمير المؤمنين ومن بعده أمير المؤمنين في وصاياه وتعاليمه وغير ذلك، إن لم تكن قابلة للتطبيق فتصبح كالنظريات الطوباوية، تكون حال الفلسفة. وبالفعل لدينا تطبيقات عملية في عصرنا الحاضر هي في سياق المحاولة الوصول إلى ما أراده أمير المؤمنين. الجمهورية الإسلامية في إيران على يد الإمام الخميني كمرجع عظيم ومن بعده الإمام الخامنئي أعزه الله، هي محاولة لتجسيد وتطبيق بعض القيم يعني المتعلقة بالحكم في عصرنا الحاضر، رغم كل التحديات ورغم كل العوائق اللي هي متعلقة حقيقة بالمنظومة العالمية. بالإمكان تجسيد يعني بعض القيم لأمير المؤمنين، نعم ليس كما جسدها أمير المؤمنين بذاته، ولذلك كان يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ما أقدر عليه ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة. طيب وسداد. طيب سمحت الشيخ، عودة إلى بداية حديثك وملاحظتك، هل ممكن للمؤمن أن يفصل الدين عن الدولة؟
لا طبعا الدولة، مفهوم الدولة غير مفهوم السياسة بالمناسبة. مفهوم الدولة يعني هذه مجموعة عناصر تشكل هذا التعريف، لكن السياسة مختلفة. السياسة هي الفن ممكن كما يعبرون عنها في الوقت الحاضر، وبالتالي يعني علي بن أبي طالب عليه السلام ما مارس هذا اللون الذي يعني طبعا بعض المستشرقين كتبوا أن علي لم يكن سياسيا، بالعكس أمير المؤمنين كان على يعني أروع شخصية مارست دور السياسي، لكن السياسة الإسلامية هذا عودة على بدء. لأن أنا أقول لك بكل صراحة وبما أنني أرتدي هذه العمامة، ومن يعرف علي المفروض يصير مثل علي، لأنه وبالمناسبة سؤالك للأستاذ الكريم وقد أجاب أحسن الجواب، نحن نستطيع أن نكون على هديه وعلى نهجه، ولو لم يكن ذلك ما قال الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب إذا كنا لا نستطيع، لماذا جعل لنا أسوة؟ لماذا جعل لنا رمزية؟ إذن هذا يعني أننا نحتذي بهم ونسعى، وعلى المرء أن يسعى غاية جهده وليس عليه أن يكون في جميع الأمور موفقة. لكن ما أود قوله وما أصبو إليه أن يكون هناك فعل وانفعال بالتعاطي مع منهج أمير المؤمنين. يعني هذه بعض الناس يصير الدجيه المركب بأنه على نهج علي بن أبي طالب، الواقع خلي هو اللي يكشف لك أنت على نهجه على هديه أم لا. فحتى لا أبتعد عن سؤال شخصك الكريم، السياسة الحالية برمتها بالمنطقة بغير العراق بأي كان، حتى لا يتهم الإسلام بسبب شخص يمارسون هذه السياسة، لا أبدا. الإسلام الذي مارسه علي بن أبي طالب بسياسة صحيحة، والسياسة التي مارسها علي بن أبي طالب لم تكن براغماتية أبدا، ولا تحت عنوان الميكافيلية التي غطت الكرة الأرضية الآن يعني ونقولها ميكافيلية أبدا. إنما علي بن أبي طالب أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ هذا منهج علي بن أبي طالب. اليوم النصر يطلب بالجور، في كثير من المواقع تطلب الحسنة بالسيئة، في كثير من المواقع للأسف الشديد من أجل الكراسي سفك الدماء، من أجل مناصب تقتل آلاف الناس. لاحظ أنت في القرن العشرين ملايين الناس قتلوا، نحن في العراق مثلا 7 مليون هدام قتل على طريق كربلاء من أجل منصب والكرسي. من الحرب العالمية الثانية 75 مليون إنسان قتل على طريق أن هذا يريد أن ينافس الاتحاد السوفيتي وذاك يريد أن يدخل إلى برلين. وبالتالي عندما نراجع يعني نحتاج أن نقرأ سيرة أهل البيت قراءة حقيقية. شوف لاحظ الإمام لما يقول الإمام الصادق الزمان ليس بزماني والرجال ليس برجالي، يعني معقول إحنا أكثر عقلانية وأكثر فهما من المعصوم؟ عندما يأتي بعض الناس الآن ويرمي بنفسه ويدعي بأنه على هدي أهل البيت وهو يمارس ما هو مخالف لمنهج أهل البيت، إذا كان سياسيا، إذا كان خطابيا، إذا كان إعلاميا، بأي منهج. أنا ما عندي هنا شخص وأتحدث عنه، أتحدث بالعموم كبرويا، مصاديق متعددة، وهب أن المصاديق السياسية التي لعلنا الآن ممكن في العراق في الجمهورية نجحت أو غير ذلك، هل المصاديق في العراق نجحت؟ طبعا لا. بالتالي مولانا العزيز علي بن أبي طالب عليه السلام السياسة التي مارسها في بناء دولة، يعني بناء الدولة إذا أكو فد مشهد ممكن أستحضر الآن. اليوم إحنا في العراق كل حكومة تجي تلعن الحكومة السابقة، علي بن أبي طالب ما كان عنده هيك، لا إجا بنا أسس. بعد هذا التأسيس ما فكر أن القبل كان سيء كان إيجابي، لا لا أبدا، هو جاء ليطبق شريعة السماء شريعة النبي صلى الله عليه وآله. اليوم إحنا العمل في العراق عمل حكومات مو عمل دولة، ولذلك عندما تقول هل الإسلام عفوا الدين والدولة يعني يفترقان، أنا أرى الدولة والدين جوهرتان متلازمتان لا ينفكان. شكرا لك، لكن السياسة غير الدولة. نعم. وضحت الفكرة، شكرا لك رئيس مركز الفكر للحوار الشيخ مجد العقابي، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك وانتم بألف خير. وشكرا جزيلا لكم نائب رئيس مركز الفقه للدراسات السيد ماجد الشويلي، كل عام وانتم بألف خير وثبات الولاية ان شاء الله. والشكر جزيلا لكم ومشاهدينا، الى هنا وصلنا واياكم وضيفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليلة، وكل عام وانتم بألف خير.